إلهي سبحانه وتعالى وحي نصر هاري موقال كم إذا موقال هذا اللي عدونا دادك مركا لك الحسابي سيدي أو دعي أو كالي سيدي واحد دعي أو كالي ودادك قيامه أو دعي ودادك لك الحسابي قار جنادة أي تغين قار نارتا أي تغين ودبيت كوية جنادة كوشرة أي ورئيسان أيان قار نارتا كوشرة سي صور كاللوسو دوئيو وقفك مسلم في أوسي ديار قلوبه إلهي سبحانه وتعالى وحر النفكستا وحي وحر انتهاي وحي كسبتي عمل كاقي عمل كاقي حماية قلب ستي والقوها إياه عمل كيف في عناية سميسين والقوها إياه إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون حق نوشهدنا وحق آدم بي أصحاب اليمين تدكوا الله بقي بود مركه هريلا قيبيو حساب تلجوه أصحاب اليمين يا أصحاب الشمال ضد مدك تلاقيه كتاب كودة مرك الله حساب تمه أعماش يدبلو يقول ميزان كلا صاره ضدنا عمل كودي وحلاقيه سيني كتاب كودة قعدت مدك بلوجر دي بيا وإشارة صن يا علامة ونكسن أوه وحتى يهرو شنو يدو أنا لا حضل خوفك مرك الله قعدت هذا مدك كان قعدت لاقيه صاره وحوجان يعني كاسين وبتبادي أما قف كاسين وبتبادي لكن قف هذه قعدت بديح لوجر ديبو أما بين طالع تشيلو دبلو عليو حق الدم قعدت بديح لوجر ديبو واحد ويان تلمانا ونكسنا ينو قف كاسوا إهر النار أي كذي قنتها وأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله قرآن كأدو يوشرته تتك أصحاب اليمين كا أي تشنده قلع تشنده مركي قلع إرفاتكي يا سحريركي يا تبعانكي يا لبتي أدوية أي كهرلو يا ديتي حسابتا إيو عرصاتك قيامه مركا لباتدو إلا أو إيو نستو أي مربا وحبا لحسوصانية أدونك مركي لتشوغي وحيابي كدعي شري مربا وحبا كسور دعايا وحا كسور دعايا بل لن يودتكن لعذابي وحا لقو عذابي مكسور ريسانا ويسوف ريين أهرو جنة أهرو النار أهل النار كنارتا كما سوى بحي كرانو جندا ما سوى بوغان كران لكن أهل جنو جندا ويكسوى بحي كرانو أهل النار كي أتيق كرانو يسوى ريسان كران يدو النار توحبان ييلهين مقالفة ربدن باجرة وقران كو شاقو يسوى ريسيقاس تنبا كمدا قل يا أهل جنة أيا وحي إسويد وحي وريسان أيان عن المجرمين دن بيلا ياشي هذه مجرم وچرو أما دن بيلا وچرو وأنك إلهي سبحانه وتعالى حقي سدن بيلك قرآن وإهر نارك نمك مجرمين تأهائي النار تكتري أي إسواري سنيا وحي كورانا وحا وريسك قاضي أصحاب اليمين أي وريسك سو قاضي نمك إهر نارك وحي كورانا هذين سؤالي ما سلككم في سقر سقر محايد قري نار توا أرقنا يوا كتر تاني ما أنت وحلا قرية مترتين محاسة مترتين محابيسين محاحميسين سقر وما أحكم إذا ما قاعد النار نار تنسقر الله يلاحظه كترتين إنا قشان محاسة بابي تبتوي توابي أفر شيء بالشيء أفر تاسة بابودي أي شيء متكستقير كيدا نار بالله وقلا أفر تاسو إسراعي ماها أفرت مدك استعب السدي ذي النار طلبوا قلا وحنو كقول لي أفرت أم بأصل وهابي لهذي وأفر شيء وأساس يسس مع عصبي بنادم كواي قلا وحنو كي يجدوا أن هذي لهاي كرجو لنا برشدة أفرت شيء سامين برشدة لكل يهين يجي اسمها مجتمع مسلم كا سدا إتهايل وقدر حم وغدان وحيابهن أفرتها النار طلبوا قلا عكس جيد تكسور جيدا تصالى أهان وحي الهدين قالوا لم نكو من المصلين من أنت كنشرين عبت يدك وبعض وحي أهي حقي إلهي نقول هاوان الضيعنا بيك اللي قنتها واجباتك قفك مسلم كإلهي أصاري إلهي وكدوني صلاة دأوي ما لنت قيامها حق إلهي سبحانه وتعالى لحسابنا ينا صلاة دأوه الرئيسة مركز الصلاة دو وحي رمزي على مدوته هاي حقوق دي إلهي لما كان وحي إلهي حقي إلهي كمان ننصوبحين
إلهي حقي سبان ضيعنا وأستان تيري أنا ردي ذو إتهاي صلاة إتهاي كل شيء مسلم كاوح على جربة إن النقطة أمد حدود إلهي سبحانه وتعالى إلى لسا يو واجبات كيسة هي أوامر كيسة قرآن كهذا دخري ده أضف فرصته واجباتكو ده كله جدوني إني فليان أمد يكون صعوتها حكامته هي وسيرة ده هي علماء ده هي كوه جارك ما صعوته وحلا لاحظ لا هذه يشروا بالشدة إلهي سبحانه وتعالى حقوقه ده مره كشيء كينا سجود بكذا تقول لاحظنا يو إلهي وحولنا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ومدبر الله الضوء ومجتمعين تذكروا لوحة ليلي وحاتهن قبائل هي مجتمعات وحاتهن تدسي سوحرا وسيابها السوحرين يكرد دوانتهي تذكر قال هب بيلد إنك أوكل هب بيلد بسوحرين ويسرع رعان وقفك لقوة عقون صدا meelaha qaar koodna dadkaasi waa dadka reer miiga salka ku haya ee dabaayici iyo dhaqanada reer baadiyuhu ay saameynta ku leeyihiin dadka qaar reer baadiyaha ka soo guuray ama dabaayici reer baadiyuhu ay ka dhamaadeen waxay isugu xireen shucuub shacabiyo jinsiyado ururo waxyaabaha kale dadka isku xidhxidha ay israac raacaan qabiil ma yaqaanaan قبيل كله يقانا عير معها مركل ليهاي وابتدك سلك كوه هي قبائل باديها عياه قاضني إنه قفكو نصب كيسية ترسين تسي يقانو يرير كيسية جيان كيسة إيو قرابة يسينو يقانا شريعة ميلو بكتالا لكن ابن آدم كمركو حوغا السعودة السعودة ويسلاوا ميرها قار عالم الإسلامي أبا عالم العربي وحكم ذا ميلها قار كود وقفه ويقال أبترسين تيسا أفرضي أوكليه قار كود وحيا قانا صدح وضي هبل 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 مكاساو حكوب بوضي عن بمنطقة دودي ودكان أبو كو أبترسان إياه مقالدي يتشهدي يديقان كو أبترسان إياه قف كاسو حكوشرا أرور نقابات أحزاب أحزاب سياسية هي أحزاب مهنية وحقيب كيهي مثلا جروب كعافيماتك أيو كتيرة ونختار وحلاج هلا ونك هسي حقوق دي سعود هذا أو أي قانون وذاك ليهم أو مقطع وضبحيان تتك معركة لخاطر تأسكويهم مرك شعوب والناس إلى هاي الساعة وحيدين كل جاي أو يدين كل الدول لتعارفوا إن إسكرتان تعارف هو تفاعل وضبايع كون ليهم يكون الدبائع ليهين إني كلا فائدستان وكلا دولانشيها ابن آدمكم ما يشعروا كصابحوا تتكبر الله الله إن أكرمكم كينا إذنكم معموس كبضان عند الله إله أكتيس أتقاكم واك إذنكم على كعرسي كبضان له هذا الكاسيو كسعلا هذا الكاسيو كسعلا مجتمع يبرشدة بمعنى برشدة وحالة قدون إني ساو فكرته كلا سرينتا يكلا قيمة بدنانتا يكلا وناكسنانتا حق إلهي بعلاقة كيانا إلهي بعلاقة شاقة دادك وحي وناكسن إيو إيو وحي حن دادك ماموس كله أي تهيل سولو ويستواء أيو أتقاهم وكوا لك عرسك بدن له مرك إلهي وكهد لا يحدود إيو واجباتك إلهي سبحانه وتعالى دادك وصاري إلا فليو إدكار الله ما هضلو وحو الله هضل إلهي بلشد أيو الله هضل وحقوق إلهي سبحانه وتعالى أولي يهي أوامرتي سين لقاته وحيابه وحرنت الميل قفوا قادو يوحيب الله المال إلهي سبحانه وتعالى وحولي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى وحدودي قصاصة إلهي بايدو كفر ليالي تدكو يجا هالوتين تيستور دورتان عدي قصاصة أفلين لهذه يجا دورتان مضحكا لغا لكن وواج مركورو متصارا وإتايا قفك استعقار كيسا إنو أمي سنادو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام تذكر الله هذا ولكم في القصاص حياة ونحن قلت هذا حسب المحوية شريعات وشريعات وحيك هذا الشيء مجتمع الاسمه يا إنه أركان أذك كل اسمه ركننا أذك إنه كل اسمه ركننا ذا سكو وحكا ركو يقال لحقوق إلهي سبحانه وتعالى أوليه هذه مجتمع تاء وسيجيه هاي
oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka xadhig furto oo waxyaabo kale ay isku qiimeynayaan oo waajibaadka meera kale ay ka qaadanayaan oo xuquuqda meera kale ay ka qaadanayaan mujtamacaasi halis buu ku jiraa inuu halaagsamo qofka muslimkaana ee xaqa ilaahay ka gaabiya xuquuqda ilaahay waxaa lagu galaa naar waxay yidhaahdeen lam nakum min almusalliin waa ka koobaad ولم نكن نطعم المسكين وحيدا المساكين تنا وحما الناس يجرين مركب برشود حق هذا الله تجو وقف كلا جت تجو برشو ينكو وحي كوكيل كوكلا قيمة بديهم سيسقطير سيهم سيصدر يلان سيوحسوسيان كضعيف كاسر لو جرجارو كان وحبه يستوى حلاصيو أم بهي هذا حلاص مايو أم بوسار هذا حلاص مايو أن بدت جارو إسحل قامي هجران أن بره يرى أهم بها اللي إسحل قامي إيه برشدة قيمها إيه معناها له وبرشدة نحريستة له وبرشدة نحريستة إيه الدبع سن إيه وحيسة سيسة إلهي سبحانه وتعالى وحليه وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وطيمك أن كل شيء جي مركه ركو أساسك كو بعد ذلك يكون اسمه وعبادة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته إلهي العابده أولك ليانه طلباتنا وبالوالدين إحسانا وحبرام يس حقوق دي ابن آدمك حقوق دي ابن آدمك إليه وحوصه الرئيس لبدا والد إن شاء الله ونفشا كان دونا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وضدك النبوش الله يلعظه ضدك وحبه إنسان dadka u baahan la gargaaro ko wabdii qurba dadka muslimiinta ay qaraabaha waa inay soo xidhiidhaan oo tarbiyadooda iyo dhaqankooda guriyaha ay kala yimaadaan waa inay ku jirto qof qaraabadiisa inuu xidhiidhiyo ehelkiisa inuu wax siiyo waxa soo galaya iyo dhaqaalaha soo galaya qayb kamid inuu ugu tala galo inuu qaraabada wax siiyo waliya taama agoonta qodobka uu gaar baan u saari doonaa hadii Ilaahay ka dhigo waliya taama agoomaha inuu wax la siiyo والمساكين ذات كان وحبها يسن والجار ذي القربى قفك جار كتهين هدنا أهل كتهين ولا بحق أما سوى بصد حق ومسلم وانا جار وانا قرابه صد حق بقول لي قفك هاس مركا أفر هير أجار تهين وحكو بحق وين جار كأهل كتهين والجار الجنوبي iya charka dhinaca isku haysaan jaar waa wadatiin laakiin charka xaga kale hadii laga eego charka toban gureediin dhaxeeyaan iyo charka kugu dhigan waxa labada ku sii dhaw ka kugu dhigan wa saahibi bil jamb ninka iska laba waa ninkaas qofku waa qofka ay wada idan walaalaysay amba idan wada dajisay shaqo misalan qofka wada shaqaysan oo kale ee saaxiibka aad tihiin ee dhinaca isku haysaan isku xafiiska aatihiin amba isku kursiga aatihiin duruftiisa waa la socotaa waxa laga yaabaa laba qof oo wada shaqeeya in mid ka mid ah lagu leeyahay karadi amba caruurtiisa qaar ka mid ah dhaqtarka ay taalo ninkan karana waa xaalad kale ku jiro xaalad karo badhaadha ah oo barwaaqo ah ayaa laga yaabaa kanay inuu ku jiro kana xaalkiisa Ilaahay inuu og yahay dareeskii shaqadana wuu la xidhan yahay xafiiskiina wuu la fadhiyaa kombiyuutarkiina wuu la garaacayaa riboodkiina way wada bixinayaan marka meesha ay ku kala dhaqaaqaan ninka istaaba duruftiisa buu la noolaanaya waa halis dadku haw isku arday ha noqdaan haddii isku arday yihiin ay isku meel fadhiistaan waa la iska warhayaa wa saaxibu bil jambi wey haddii isku macallimiin yihiin labada macallin waa la iska warhayaan haddii isku shaqaale yihiin labada shaqaalaha waa la iska warhayaan haddii isku askari yihiin laba kasto meel isugu yimaadaa kani kan xaalkiisa waa inuu og yahay waa inuu ogaadaa ka kale inuu uga dhow yahay ilaahay quraanku ku xusay qiimaha uu leeyahay wa saaxibi bil jamb waxa las ihsaan loo sameeyaa wa ahsinu waxa loo ihsaan sameeyaa wa saaxibi bil jamb wa ibn sabiil qofka musaafirka wama malakat aymaanukum dadka gacanta ku haysaan ambaha ahaadaan adoomaha ambaha ahaadaan shaqaalaha qof mas'uula oo shaqaale mas'uul ka ah dadka uu mas'uulka ka yahay gacanta uu ku hayo waa inuu ilaaliyaa hoosna waa inuu ogi haduu waalid yahay sidaasoo kale ina allaha laa yuxibu man kaana mukhtaaran fakhuura laba qolo
oo maanta agteena aad ugu dayacan baan rabaa inaan carab ku dhufto labada qodob baan rabaa inaan isla fahanno oo qof kasta hoosta ka xariiqdo ka koobaad waxa weeyaan waa ka ku qoran aayada lafteeda waliyataama agoonka agoonka wax sahlan maaha qofka agoonka ah ee uba aabihii uu dhintay ee daryeelna aan haysan ee bulshada ku dhex jira bulshadu hadday dayacdo bulshada ay ka go'antay qofka had iyo jeer daciifka ah ee banaanka la soo dhigay ee bulshadu waajibkeeda ay ka gudan weydo ee waajibkeeda ay ilaashan weydaan qofkaasi wuu ku soo kacaayo bulshadu buu dhibaa habaar buu ku noqdaa kadeed buu ku noqdaa wuu ka jaraa bulshada waajibka saarana waxa weeyaan dadka agoomaha ah ee ku dhex nool inay gaaro ogaadaan mustawaha dowladda mustawaha culimada mustawaha ganacsatada mustawaha qofka qofka keliga markaa tahay qorshahaaga waa inay ku jirto qof agoona inaad dar yeesho shardi maaha inaad kaash siiso inaad lacag siiso dhar inaad u soo iibiso iskuul inaad ka bixiso jaamacad inaad geysa waxalla waxaasi waa raganimo way fiican tahay laakiin taa haddaanad haynin intaasoo waxoo koraad qaban kartaa jirta qof innaga inaga mida oo qof agoona oo aan waxba haysan oo aan wax u qaban karin ma jiro waxuu qabashado lacagtoo keliya maaha maalkoo keliya maaha taladii baa ka mida soo dhaweyntii baa ka mida xanaaneyntii baa ka mida la saaxiibkii baa ka mida aad la saaxiibto barnaamijkaaga waxaad ku darsataa sanadkii dad agoon inaad la saaxiibto inaad wax u qabato qur-aanka haddaad fiiriso dadka marka la dhaliilayo bulshooyinka marka la dhaliilayo waxyaabaha lagu dhaliilo waxaa ka mid a inaanay bulshadaasi agoomaha dar yeelin kallaa bal laa tukrimuuna alyatiim walaa taxaaduuna calaa acaami almiskiin laba ceebood oo waaweyn baa leedihiin qaarna way soo socdaan ceebaha leedihiin waxaa ka mid a fa ama alyatiima falaa taqhar wa ama asaa'ila falaa tanhar waa labada iminka la sheegayo kallaa bal laa tukrimuuna alyatiim walaa taxaaduuna calaa acaami almiskiin labadaas waa labada rasuulka calayhi salaatu wasalaam gaar loo faray ee loo amray waxaa la leeyahay qofka agoonka ahi waa in la ikraamo waa in la maamuuso maaha in wax la siiyo adoo kale haysan wani kale habarqaba haamee kale agoonkaha itxaanka haamee wani waa markaale kaale habaar baad qabtaa ordoo qaaday intaasoo xafid inay qabo waxba uma tarin waad dishay qofkaas waad dishay qofka inuu jirka ka dhinto iyo inuu niyadda ka dhinto labada waxaa la qaatay inuu jirka ka dhinto inaad qofka aad dakharto oo madaxa aad dilaaciso iyo inaad qofka qalbigiisa iyo niyadiisa aad dilaaciso waxaa la qaatay labada qofkaad madaxa dilaacisa lagu qaatay markaa shareecadu waxay qabtaa agoonka ikraam loo sameeyo suuratu kahf waa taqaanaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka sheekeeyey nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo khadr oo wada socda khadr oo ka waramaya meelo nabiyullaahi muuse aanu gaadhin ka sheekaynaya oo umuuro aanu fahansanayn ka waramaya oo sansamaynaya waa kii lahaa waan aan ku raaco aan aqoonkaa kororsade nabiyullaahi muusa dalbanaya hal attabicuka calaa an tucallimanii mimaa cullimta rushda ma ku raacaa qofka caalimka in lala rafiiqo oo lala joogo oo layska ag joogo oo xikmadaa ka daadanaysa iyo nimcadaa ka daadanaysa iyo aqoontaa laga gurtaa waa sunna waanay fiicantay wuxuu ihi aan ku raaco raacitaankaagaas waxaan ka faa'iidayaa waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku baray inaad wax iga barteen dabeeta wuxuu sameeyey waxyaaba haabka muuse aan ku jirin doon buu raaco doontii buu dilaaciyey doon bilaash ku qaaday iyagoo bilaa nool ah oo maaragtay waxba aan haysan dad ixsaan u sameeyo si ay waxa weeyaan sii raaceen ayuunbuu loox fujiyey say biyo soo galeen saa la isku yaacyaacay markaasaa la kabkabay nabiyullaahi muuse alayhi salaam ka noqotay miyadu arrinta nimankayna soo qaaday in bilaa noolkeena nagu soo qaaday maxaa doonta uga dilaacinaysaa hore ballankii waad ka baxday laa tu'aakhidnii bimaa nasiitu waan ilaaw khalaas mar daba ka weydiin maayo haddana nin kale soo marin qolo kale kaan uga jeedaa waxa weeye gidaar bay waxay yimaadeen tuule tuulihiibaa marti gelin waaye waa niman musaafiroon gaajoonaya magaaladii baa ka seexatay magaalo fiican may ahayn magaaladii iyagoo iska ag jooga ayaa derbi tuuladii ka mida guri ka mida guryihii tuulada guryaheedii guri ka mida ayaa derbi ka mida baa soo leecay khadr intuu cararay buu qabtay markaasuu toosiyey halkiisibuu ku joojiyey nabiyullaahi muuse wuu ishayn waayey
وحولي سي كان نقطه ما دد كان ريار كان ما كان ان مرتي غلين واي ايا دغنا غدار كودا ودسيسا بتوتر كان شيكه لغو سو خري مركي دمبو دان كو معناي شيكه دي صدخ دي قدبو كي يراي ودلي يا غدار كان توسي يا دونتي ودلاعي لبديبا وحبو كشيغ معنى النبي الله موسى مركا انو فهنسنين ايو كفهنسي النبي الله محمد عليه الصلاه والسلام الله نبي موسى موسى كسي امسناده صدق لازم كم مرة يبان بمسيس هين وين مقرنس حوري جدار كان توسي فأما الجداو فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا درب كان توسي أسيد عاي درب عادي مهين درب جواح إسكلها لبا أقون خلاص هدي أقوم يشين وحوده بنان كوين اللي جو لبا أقون أيارها دربنا هوستي سواء كان تحته كنز لهما إلهي بوح وحسي والد كل بوح وحسي يحقه هوسه حولير أي حقه إذا كنت شرها دو صلع لها حولها صلا أرك لها يا حولها صلا قادن لها مديها بوها ملعق بوها مدينار بوها لما يقامه لبدا أقول ودود بس وكان أبوهما صالحا تفيرته وذي هكذا سقى كهيا أنبأ أبهود أنبأ وجود على شيء أبوه تضباط وها كل شيء جيه أبوه جود بونه سنة قف صالحها قف كونه جيسو وهو احترى يا أبد كيس معناه الوجه ده وحويا قف كمسلم كا قرشي سواء اللي كشرتو أقام كا أقامدو اللي جود بدين أبد كا جا أديك أبوه كله شو جان درين كا أو صمين يا قف كا أبد كا أبوه هايستا أبد كا سنبا كرنايا درين كا أو صمين يا المير وأنا أبرهين وأركيا وبدير رأسه أوكرا وأبياش وتكفر أحسن ترين كي شعور كاس قف كي صامر يوم باكرانية مرك قف كمسلم كاه وين الدور ترين كوين اللص عضو المهاير أقام كاه أم بينا نهن نقضو أم بينا نهن نقضو وحبذا وحلا قش يا كيا وقصص ووين كدعين قف كأقام كحنانية أوح ترى إن حتى نلوش نسيس بدشو هذه حالة وكشري هدو قاتوني هدو بساردسنا هدو بلا عملها نبا وحولي نبا وحولي فيربان كرسي تبي تكبر لي مدد لي رميت علينا وهذا ضمبي تدخل لي عمرك ويول بحارا هدي انت قفك مرد له تبي تقبل المدوى استاكتو ورورك هذا ما بطنا لكن كوبات دمك قفك وايو ورفع هذا قفك ميرك استوان كي كبردي نختار حقن 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 واد ضمبي أي كبردي المؤمن إله سبحانه وتعالى سي سنو فرح لك نار يعني كسوق طبعا صنو لا بقى فويس السجاي وهل من إلهي ويلوسي إركي قاري قاري المه يرى مركو لا شيء إلا ببلود وتروح مصدا وسكران وكسورين واي نختار كارا لقى نختار كمركي لقى أي نخاطيرتي وكسي داري وحلقي العناية المركزة قول كمارة تجار كأ يقف تلقو حنانة يده حلستا سيرياس كأ خيال ريك يرى وحيون وحا أكتي يدي يالا سرير نور وحا يالا المها يكا الماء يركوي وما يلمى كوي إن عرهورة وحوغال لك وحنوصني سرير كنا يالا المهاس عدة ويما نسويه كوابنت نخاطرت مرة ويري مادان ويرعب عبران ويرعفان مرة سبحي بالغي بقال إني رعم طاوك أنتو وحلقي بقدد وحبين اللوكين هبين كبالغي بقفلو ويري مادو قفك السبحي مسكاك الله لما يروطي عن وميشي يالا كبردي من كل بلد المهير صور يسو كبردي وحي سوق أتي المهير واقون المهير واقون ميشي يالا وان عد لهين عدو لي هي آبان ولهين آبه أيان ولهين كني واكل مهي سيارة هاي استي دول تاجن تبدينا خطر كم الله هذا الله يوان وصوك حين المهرة ولا الدوية قبل ما أنت دم إيه اللي بقول حاس كيسوي أم بقى على ديس أي إيه اللي بقول وحي قتري ما هي كرة هاي المهير هذا ينو قادنا وينو كحيسنا والمهي نير ينو جيم أحسن ما نقول سررت وانا كسوق عادني المهيج وانا سواق لك ناي وحول المركي أنا وبروني حنانين تيسي المهيج يروح بلا بعافمات
مالين مالين كما دارو مالين مالين كما دارو سيدي دخاتير تو اي فيلايين سي كدخس بدن ايو عافمات كيس او سولات مدير او كوبن ملكي لا جوغي لبدو ديبا يغو لوغين يو سكونيا ايام كساري بو يري ان دختركي ام كسار غوري ديبا نو كيسني لبدي احورها اني وي اسناين انتان كان سييو ايان كان نسيا الهي و مرخات كي هي بو يري نولوشيدي او دان وي اسبديش نولوشيدي او دان وي اسبديش dhaqaalahaygi caafimaadkaygi ilaaqaadkaygi noloshaydu si markii hore ay ahayd si ka duwan oo ka wanaagsan dhaqaale fiican bay soo galay shaqooyin waaweyn oo aanan niyad ku hayn inaan helo dhaqaale aanan islaheen wad heli kareysa waxaan u aaneynaya ilaahay subhanahu wa ta'ala sababtana ilmaha yar agoonka rasuulka kaleey salaatu wasalaam waxa laga wariyay inuu yiri khayru baytin fil muslimin baytun fihi yatiimun yuhsanu ilayhi guriyaha muslimiinta guriga ugu qiimaha badan waa guri agoon uu joogo oo agoonka loo sama falay wa sharru baytin fil muslimin baytun fihi yatim yusaa'u ilayhi guriyaha muslimiintana guriga ugu xun ee ugu barakada daran leh ee habaarkii ay kaartu ay ku dhacday waa guri agoon uu joogo agoonkaas aan loo sama falin oo aan la dayac tirin oo aan la daryeelin rasuulku naxariis salaatu wasalaam markaa wuxuu yiri كافل اليتيم له او لغيره قفكا اغون كفاله قاتا او كوريا ام با اسغو هل هذا بمعنى ام با ولالكا كدنتو ام با قفكا لها كدنتو او لغيره ام با اغومها مسلمين تبها كا هذا انا وهو كهاتين في الجنه انا يي اسغو مالنت قيامها جنود ساسان كنا قرنا وانو ساسارانينا جنود جار بان كنا قرنا جار انا يي اسغو هدو انتو برباريو oo koriyo oo meel fiican soo gaarsiyo sama falo amba agoonkaasi ahaado agoomaha muslimiinta caamka amba agoon walaalkii uu ka dhintay amba aabihii ka dhintay ha ahaadee qofka wax kale ma laha abaal ku leeyahay kaas waa kii akhro deekii adduunkuna uu yaalaayo weena ka sheegni insha Allah ta'ala ma sha Allah soo dhawaada la jaanka shirkadda Telesom محمل وحي الكود دياريسي أديق إنترنتك أي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بليك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم حقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سو قشو قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سو حديد نمبركا قابن 121